السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. شهر العتق من النيران، نسأل الله العظيم رب
الصيام هو الركن الثالث من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. إذا أوجب الله صيام رمضان على عباده، وجعل هناك سببا يوجب علينا هذا الصيام. هذا السبب هو دخول شهر رمضان، فيجب علينا الصيام إذا دخل شهر رمضان. وهناك وسائل لمعرفة دخول الشهر، وهي رؤية الهلال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. كما أوجب الله علينا الصلاة، وجعل هناك سببا للصلاة وهو دخول وقتها، وجعل علامة على ذلك وهي حركة الشمس. فإذا زالت الشمس عن كبد السماء دخل وقت الظهر، وإذا غرب قرص الشمس دخل وقت المغرب، وهكذا جعل الله الشمس علامة على مواقيت الصلاة، وجعل القمر علامة على ميقات الصيام. وقال سبحانه وهو أصدق القائلين كما في سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال في سورة الإسراء: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. إذا نصلي عندما تأتي حركة الشمس، وحركة الشمس هذه كيف نعرفها؟ هل نحن كمصلون الآن خرجنا إلى الشمس في مكان مرتفع نتراءى قرصها، فإذا زال عن كبد السماء جئنا لنصلي؟ أم أن كل منا حسب ساعته ونظر في هاتفه فعلم أن الساعة كذا الآن فجاء إلى الصلاة؟ كلنا يمشي الآن على الحساب الفلكي للصلاة، حتى مكة المكرمة وبيت الله الحرام لم نرى ولم نسمع أن أحدا يصعد على جبل هناك في مكة ليرى قرص الشمس قد غاب فينادي على الناس في الحرم أن قوموا للأذان. إنما هناك برج للساعة، والساعة معروفة، والمواقيت محددة ربما قبل ذلك بسنين. هذا هو الواقع. إذا فنحن نصلي لأنه دخل وقت الصلاة. وكيف علمنا دخول وقت الصلاة؟ عن طريق هذا الحساب المبني على التجربة والمبني على رؤية حركة الشمس. وهكذا في الصيام، أوجب الله علينا الصيام، وجعل سبب الصيام هو دخول شهر رمضان. قال الله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال العلماء: يعني من حضر وعلم بدخول شهر رمضان وجب عليه الصيام. فسبب الصيام دخول الشهر لرؤية الهلال. رؤية الهلال وسيلة حتى تعلمني أن الشهر قد دخل. ولا أدل على ذلك من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفي عهده خرج الناس ليروا الهلال فلم يروه، فيتم شعبان 30 يوما، ثم بدأوا يصومون إلى في شهر رمضان. فلما جاءوا لينظروا إلى هلال شوال وجدوا أن الهلال قد خرج، إذا غبر العيد. حسبوا الأيام التي صاموها وجدوا أنها 28 يوما. هل هناك شهر 28؟ أبدا. الرسول قال: إما أن يكون الشهر 30 أو 29. فجاء سيدنا علي بالمصحف ووضع يده وقال: أشهد أننا رأينا الهلال، أي شوال الذي يوجب علينا الفطر، ولم نصم إلا 28 يوما. فأمر الصحابة أن يقضوا ما فاتهم. إذن هو صام وأفطر بدخول الشهر.
الشهر. ولذلك أيها الأحبة، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن هم عليكم، هناك رواية صحيحة، الرواية الأولى فأتموا شعبان 30 يوما، وهذا يتناسب مع عصر الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، فهم في البادية، ليس عندهم حساب فلكي، وليس عندهم معرفة بمنازل القمر، فلذلك كانوا لابد أن يخرجوا، وإن غمي عليهم يتموا شعبان 30 يوما. الرواية الأخرى تقول فإن غمي عليكم أو غم عليكم فاقدروا له. قال الإمام القراف ومطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من التابعين، وقال تاج الدين السك وهو من أئمة الشافعية، وعبد الله بن سريج وأبو بكر القفال الشاشي، وذكر ذلك الطبري في تفسيره والقرطبي في تفسيره، اقدروا له يعني اعلموه بمنازل وحساب مسير القمر، يعني بالعلم الفلكي. فالعلماء والفقهاء الأقدمون إنما أنكروا حساب الفلك لأنه لم يكن مشهورا كعلم، إنما كان تخمين، وكان يختلط بالسحر والشعوذة والكهانة، وانتشر القول كذب المنجمون وصدقوا. وروى ابن عباس كما في سنن ابن أبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا قال: من اكتسب علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. إذا هذا لم يكن علم، وكان النبي ينهى أن نأخذ بهذا لأنه يقوم على السحر والشعوذة، أما وقد أصبح علما سليما منضبطا نعتمد عليه في صلواتنا التي تتكرر 5 مرات في اليوم والليلة، وفي ثاني ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة التي هي عماد الدين، فما المانع إذا ألا نعتمد عليه؟ وهكذا كما ذكرت من التابعين والفقهاء من قال بحساب مسير القمر ومنازل القمر، وهذا الذي تعبدنا الله له، بل إن الله لم يكن ليكلف العباد بشيئا ليس باستطاعتهم. هل كان من العقل أن يكلف الرسول صحابته أن يعلموا علم الفلك في عصره حتى يحسبوا الشهور؟ أبدا، بل قال صلى الله عليه وسلم: لماذا نصوم للرؤيا ونفطر على الرؤيا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. الشهر هكذا، وفرض يديه أصابع يديه الاثنتين كاملة، أو هكذا وفرض أصابع يده الاثنتين وأطبق الإبهام في الثالثة، يعني الشهر 30 أو 29، وحال أننا أمية أمة أمية لا تكتب ولا تحسب يبقى بالرؤية. فإذا ما زالت هذه العلة وأصبحنا نكتب وأصبحنا نحسب، وأصبح هدف الرسول أن يأتي ليخرج الناس والأمة من الأمية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والله تعبدنا لهذا الأمر وقال لتعلموا عدد السنين والحساب، إذا فليس هناك. ولذلك ما أجمل قول تاج الدين السك وابن سرج يقول: فإن النبي قال فأقدروا له بإتمام شعبان 30 يوما لمن ليس له عنده علم بهذا. وفي الرواية قال فأقدروا له، وقال المفسرون بمعنى منازل القمر لمن أصبح عنده هذا العلم، وأصبح هذا العلم عندنا والحمد لله. هذا لأن كثير من الناس يظن أننا نرفض نص القرآن أو نص السنة ونتبع شيئا آخر، بل أنت تطبق الآية لتعلم عدد السنين والحساب، تطبق الحديث فاقدروا له. ولذلك أيها الأحبة، قال تاج الدين السبكي: لو أن الحساب الفلكي قال لا يمكن أن يرى الهلال في هذا اليوم، وجاء رجل واثنين وثلاثة وأربعة وأكثر وقالوا رأينا الهلال، ترد شهادتهم، لأنه من شرط قوله
وقاله المراغي شيخ الازهر السابق رحمه الله، وقاله الشيخ العلامه احمد شاكر، وقاله ايضا الشيخ مصطفى الزرقاوي رحمه الله، واخذت به المجامع الفقهيه حتى مجمع الفقه بمكه المكرمه بام القرى قالوا ناخذ فيه بالنفي لا بالاثبات. بمعنى لو ان العلم الفلك قال ليس اليوم رمضان، ولو جاء احد يقول انا رايته، لا ناخذ بكلام. حتى مكة ام القرى المجمع الفقهي الدولي فيها قال هذا الكلام. ولكن تجد للاسف يتلاسم الناس ويرمون بعضهم بعضا زورا وبهتانا، يفسقون بعضهم ويبدعون بعضهم، وهذا بدون علم ولا دليل ولا حول ولا قوه الا بالله. ولهذا ايها الاخوه، الامر الذي نكمل به هذه المعلومه ان هناك رايين معتبرين في الفقه، الا وهو ان النبي قال صوموا، الخطاب لمن؟ للامه الاسلاميه، لرؤيته. فلو ان رجلا واحدا في الكرة الأرضية كلها رأى الهلال وقال العلم الفلكي نعم ممكن أن يرى الهلال، إذا يجوز لأهل الأرض كلهم أن يصوموا لرؤية هذا الرجل، وهذا متفق عليه عند العلماء. وبعض الرأي الآخر يقول لكل قطر ولكل بلد ودولة رؤيتها الخاصة، وهذا أيضا له دليل. لكن تعال نحن حتى نثبت هذا الكلام على واقعنا في السويد، هل عندنا مرصد فلكي شرعي يقوم عليه علماء مسلمون مع علماء فلك ويرون الهلال؟ لا. اذا ليس عندنا رؤيه. اذا فماذا يبقى عندنا؟ يبقى انه اذا رؤي الهلال في اي قطعه من الكره الارضيه، في امريكا الشماليه، في اليمن، في افريقيا، في اي مكان، يبقى يجب علينا ان نصوم لذلك، بشرط ان يكون العلم الفلكي نعم ممكن ان يرى الهلال، لان الهلال لا يرى الا في لحظه وبعد ذلك يغرب. وهذه الرؤيه ايضا تكون في زاويه ومنطقه ومكان معين، ليس في كل الكره الارضيه، على حساب دقيق لا يخطئ. اذا فنلخص من هذا اننا كمسلمون في السويد ليس عندنا رؤيه، فيجب ان نتبع رؤيه في اي مكان في الكره الارضيه، سواء في هذه الدوله او في هذه الدوله، دوله عربيه او دوله غير عربيه. وهناك امر اخر، هناك مفت للمكان يجب ان نتبع. بمعنى لو ان المملكه العربيه السعوديه رات الهلال وأمر الناس بالصيام، وجاء مفتي مصر وقال لم نرى الهلال وليس اليوم صيام رمضان، وجب على أهل مصر وجوبا شرعيا ألا يخالفوا كلام مفتيهم في دولتهم، وإن كان صيام السعودية صحيحا لكن لا تخالف مفتي بلدك حتى لا تشق عصا المسلمين. وبالقياس كذلك العكس، لو ظهر الهلال في مصر وصاموا وقال مفتي السعوديه لا نصوم، وجب علينا ان نتبع المفتي. اذا قال ولي الامر او مفتي الجهه كلاما نتبعه حتى ولو كان
إنما عندنا مجلس إفتاء أوروبي يقرر، فإن أخطأ فله أجر وصيامنا صحيح، وإن أصاب فله أجران. ولما كان العام الماضي أفتى بأن هذا اليوم يوم رمضان ورؤيا الهلال، إذا ليس على حساب الفلك بل على رؤيا رآها الناس في اليمن وصاموا. قلنا لا، ده اليمن فقيرة ما عندهاش بترول كتير، فإحنا مش هنصوم، ننتظر دولة أخرى. الله أكبر، إحنا نتعبد بشرع أم نجادل؟ يجب علينا أن نفرح، نقول صوموا لرؤية. لو أنه رآها إنسان في أمريكا في الغرب مسلم أخذنا برؤيته، فلماذا عندما ترى هذه الدولة لا نتبعها، وإذا رأت هذه الدولة نتبعها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أيها الأحبة، أعود فأكرر، أنت كمسلم ماذا ستحاسب عليه أمام الله؟ هل اسألك المفتى قال لك صم ولا افطر؟ فهل سمعت وأطعت له؟ كلام خطأ صواب عليه ولا عليه؟ الإمام الذي يصلي بك في الصلاة ربما كانت صلاته باطلة، باطلة في حقه، لكن صلاتك أنت صحيحة، الوزر عليه، لكن أنت لك أجر صلاتك تاما موفورا بإذن الله. إذا هذا لابد أن نعقله. ولهذا المجلس الإفتاء الأوروبي اعتمد على رقم واحد أنه لا عبرة باختلاف المطالع، مش كل دولة لها رؤية، ولو أنا حتى كل دولة رؤية أنا ما عنديش رؤية. فإذا بل نأخذ بوحدة المطالع، فإذا رؤية الهلال في أي بقعة من الكرة الأرضية وجب علينا الصيام. وهكذا أصبح يوم 18/6 هو أول يوم من شهر رمضان، وهذا أمر ناقشه مجلس الإفتاء الأوروبي مع عموم أئمة السويد في جلسة معهم، وأقره ولم ينكره أحد. كن إمام يخرج ويأتي بعكس، أو كن جمعية تختار شيء آخر هو حكم، لكن هذا ما ندل به أمام الله، وهذا ما كان موجودا فيه الأئمة وأقروه بالإجماع. الأمر الثاني وهو عدد ساعات الصيام، احنا قلنا إذا اتفقنا في رمضان المجلس الإفتاء الأوروبي يقول نتبعه، هو مفتي الجهة. طيب عدد ساعات الصيام، كم ساعة نصوم؟ عقد المجلس الإفتاء الأوروبي في هذا المسجد المبارك يوم 9/6 اجتماعا مع أئمة السويد بلا استثناء، والدعوة وجهت للجميع، وأتحدى أن أحد يقول أنني لم أدع ولم أعد. رقم 2 جاء أيضا من النرويج والدنمارك وفنلندا من الدول الاسكندنافية كلها، وجاءوا وجلسوا وعرضت الأوراق والمناقشة وطرحت الاعتراضات وطرحت الآراء، وخلصوا إلى أن دولة السويد هذه تنقسم إلى منطقتين، المنطقة في كورونا وما بعدها التي لا تغيب فيها الشمس ينظر إلى أعدل يوم عندهم في السنة يقدر عليه، أما نحن في ستوكهولم عندنا ما يهمنا في الصيام علامة الفطر وهي غروب الشمس، وعلامة الإمساك وهي طلوع الفجر، فعندنا علامة ثابتة لا تتغير على مدار السنة كلها وهي علامة المغرب، والله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، فطالما عندنا غروب الشمس لا بد أن نلتزم بالصيام طيلة النهار إلى غروب الشمس. إذا فما هي العلامة التي ليست عندنا؟ علامة صلاة العشاء وعلامة صلاة الفجر التي يقول فيها الإمساك. فماذا نفعل؟ نقيس ونقدر على أقرب وأطول ليل يمكن لنا أن نفطر فيه بحيث أن يكون قبل الشروق ساعة فأكثر. ولهذا قالوا سوف يزداد الليل عندنا في السويد في بداية رمضان لمدة تقريبا نصف ساعة، ويظل يزداد حتى آخر رمضان، والإمساكية ستقوم
بعموم الأمة فلا يفسد فيها إلا مجمع أيضا للأمة. أيها الأحبة المؤمنون، يجب أن نتوحد ويجب أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، يجب أن نتبع الدليل الشرعي ونسير معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا إلى رمضان وأن يسلم رمضان إلينا وأن يتقبله منا سليما وأن يعيننا على إحسان الصيام وإتمام القيام وتلاوة وختم القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم يغفر لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوجد الموتري كسنا بارمحك الإسلام Allah bu priz tilkomer Allah derde nasherre. Vi inventar månader Ramadan, månader utav barmhärtighet, månader utav förlåtelse, månader utav fastan. Med iver och hopp och belöning och tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Fastan som är islams fjärde pelare som Allah subhanahu wa ta'ala har förpliktat. Så som han säger i Koranen, sura 2, vers 183. Troende, det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er. Kanske ska ni frukta Gud. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat olika anledningar och orsaker för att vi ska veta när denna månad ska inledas. Och detsamma sker med bönetiderna. Allah subhanahu wa ta'ala har förpliktat bönen att vi ska förrätta bönen. Och han har även skapat orsaker för oss för att vi ska veta när det är dags att utföra denna förpliktelse. Så som bönen eller så som fasta. Allah subhanahu wa ta'ala säger i det som översätts till svenska, sura nummer 10, vers nummer 5. Det är han som har skapat solen som ett brändande ljus och månen som återger dess sken och som har fastställt dessa faser så att ni kan räkna åren och mäta tiden. Gud har inte skapat detta utan en plan och ett syfte. Han framställer budskapen fast och klar för de insiktsfulla. Och i en annan vers säger Allah subhanahu wa ta'ala i det som översätts till svenska, sura 17, vers 12. Vi har gjort natten och dagen till två mäktiga tecken. Vi har låtit nattens tecken utplånas i mörker. Och gjort dagens tecken till ett klart ljus. Så att ni kan se och bege er ut och söka det som er Herre i sin godhet beviljar er. Och lägg märke till nu det som nämns. Och för att ni ska veta årens antal och hur tiden beräknas. Allt har vi framställt med klarhet. Så Allah subhanahu wa ta'ala har med klarhet fastställt olika orsaker för att vi ska veta när olika dyrkan ska tillämpas. Olika obligatoriska dyrkan ska tillämpas. Så vi utgår ifrån beräkningar när det gäller vår bönetid. Exempelvis, bönetiden är reglerad till solens position i himlen. Och ingen av oss går ut och beskådar solen för att veta när det är dags att be. Utan alla tittar på sina klockor eller mobiltelefoner för att veta när det är dags att be. Men hur kommer det sig att utgå från klockorna? Jo, för att klockorna utgår från en beräkning på solens bana. Det vill säga man utgår från beräkning för att veta bönens tid. Och detsamma bör vi göra med Ramadan månad och veta när den ska inledas och när den ska slutas. För att det finns en fastställd och klar och tydlig bana som månen följer som Allah subhanahu wa ta'ala har skapat oss. Och vi har lärt oss idag med dagens vetenskap att kunna veta månens position. Det finns två haditer som är autentiska när det gäller denna fråga om Ramadan och när den ska inledas. Den första hadithen säger profeten Muhammad s.a.w. att man ska fasta när man ser den nytända måningen. Nytändningen i månen, det är den nya månen som bildas. Och man ska bryta i samband med nästa nytändning utav månen. Och sedan säger profeten Muhammad s.a.w. Men om det är molnigt, det vill säga ni kommer inte kunna se månen,
av någon anledning så ska ni fullborda 30 dagar utav fastan. Detta är ena hadithen som är autentisk till profeten som säger att man ska fullborda 30 dagar. Sedan finns det en annan hadith som börjar likadant men avslutas på annorlunda sätt och det är också autentiskt. Då säger profeten Muhammad s.a.w. samma sak, att man ska fasta vid nytändningen och bryta fastan vid nästa nytändning utav månen. Men om det är molnigt så ska man beräkna, eller så ska man göra en uppskattning. Och lärda från de rättfärdiga föregångare och andra ulama har sagt att denna hadith innebär att man ska beräkna när man inte kan se månen. Så att beräkna är en legitim orsak eller en legitim metod inom islam enligt Koran och enligt profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna. Idag är det väldigt tydligt med beräkningar och det är väldigt fast så säker metod för att verkligen veta månens position. Till skillnad från vad det var förr i tiden. I förr i tiden så var sådana här vetenskap osäker. Man hade inte riktigt samma metoder att beräkna så som man har idag. Man hade inga datorer och inga säkra instrument. Utan man hade en viss osäkerhet i beräkningen av tiderna. Plus att ofta så kopplades sådan vetenskap till skomakeri. Att se in i framtiden och sådana saker. Och det är haram och det är till och med kyrk. Så därför har man haft en negativ inställning till just dessa saker. Men idag så utgår från ren fakta, ren vetenskap om månens olika positioner och tidpunkter. Och på så sätt så tillämpar man dessa koranverser och denna autentiska hadith om att man ska utgå från beräkning. Och på så sätt utgår man från beräkning så kommer man kunna underlätta för muslimerna att inleda fastan gemensamt och även att fira in gemensamt också för att alla utgår från en och samma valid tidpunkt, det är en säker tidpunkt. Inom fiqh så finns det två olika åsikter när det gäller beskådandet av nytändningen, det vill säga nymånen som föds. Den första åsikten säger att om månen beskådas från en plats på jordklotet utav en muslim som är rättfärdig och som är pålitlig, så gäller denna persons vittneskap för hela muslimska samfundet att börja fasta ut efter det. Oavsett vart denna person såg denna nytändning, så som profeten Muhammad s.a.w. sa, fasta när ni ser den och bryt fastan när ni ser den. Det vill säga att det räcker med vittneskapet från en muslim någonstans på plats på denna planet, så räcker det för hela muslimska samfundet. Men det finns också en annan åsikt som säger att varje land eller varje yta ska ha sin egen beskådning. Det vill säga varje land ska se sin egen måne och utgå från vad muftin i detta land säger. Och då gäller det för muslimerna att som bor i detta land att följa sin muftis åsikt. Även ifall det visar sig vara fel därefter, så ska man följa muftin i denna fråga. Och man kommer inte att utsätta sig själv för straff eller någonting sånt. Utan detta sker i muftins ansvar inför Allah subhanahu wa ta'ala. Det är muftin som kommer att tillfrågas från Allah subhanahu wa ta'ala och inte människorna. Och Europeiska fatwa-rådet tillsammans med massa imamer från Sverige och från Skandinavien höll en konferens förra veckan, eller i början av denna vecka. Och syftet var att en gång för alla fastställa vad som gäller i dessa frågor. Och de lutade sig åt och bestämde sig att man ska utgå från den första åsikten, förra åsikten. Det vill säga att om månen går att skådas av minst en person, var som helst på denna planet, så innebär det att månaden Ramadan har inletts. Det behöver inte vara anknutet till något visst land. Utan var som helst på denna planet där månen beskådas, då innebär det att Ramadan månaden har inletts. Så som förra året så beskådades månen på flera ytor
tujub lutem, radanat jeme, u visoti folku bërja fasta, men andra të shumë në sot nejë fasta efte di andra lande. O ka të jora filna, me la land të knam dhe erin të legitim, u ta maska alti dyt go fun sharia së reglerin, u sharia së reglerin se irat në mone, në spitin, në beskodas, jo të stoma fasta. Och med dagens beräkningar kan man veta exakt i detalj vart och från vilket vinkel denna måne kan beskådas. Sen var det en annan fråga som vår kära imam tog upp som är också väldigt viktig. Och det är angående fasta längden under dagen. Det vill säga hur många timmar ska vi fasta vi som bor i jordens norra delar? Och han sa att i samma konferens med det europeiska fatwa-rådet så har man grundat sin fatwa på en annan fatwa som kommer från fatwa-rådet i Mekka. Och där man delar in Sverige i två delar egentligen. Den första delen är i de delarna där solen aldrig går ner. Det vill säga, de får aldrig någon solnedgång. Och det är egentligen över där vid Kiruna eller över polargränsen. Där solen aldrig går ner. Och dessa personer har fått sin fatwa, det vill säga att de ska uppskatta från den dag som man hade en tydlig skillnad mellan dag och natt. Och utgå från det. Och på så sätt så kommer man underlätta för muslimerna och få en ett jämnt förhållande mellan dag och natt. Sen när det gäller för oss då, som just nu är i Stockholm och Stockholms bord, så gäller en annan sak. För det första, vi har en tydlig solnedgång. Det innebär att vi får inte bryta fastan innan solnedgången. För att Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen och upptar fastan tills dess att solnedgången eller tills nattens mörker faller in. Sura nummer 2, vers 87. Så vi har en tydlig skillnad här. Vi har en tydlig solnedgång. Och det gäller för oss att fullfölja fastan till solnedgång. Men sen så har vi ett annat bekymmer här i Stockholmsområdet. Det är att Isha, kännetecknen, och Fajr, kännetecknen, är inte tydliga. Det vill säga att det kommer fortfarande vara någorlunda ljus ända tills att solen går upp. Och detta har de lärda sagt att då gäller det att man försöker senare lägga himsäk. Alltså senare lägga fastans början tills dess att den börjar närma sig shuru. Och de har lagt en timmes skillnad mellan att man börjar fasta och shuru, det vill säga soluppgången. Istället för en och en halv timme så som det var tidigare. Så de har sagt att man kan senare lägga inledandet av fasta med så att det är en timme till soluppgång. Och denna fatwa grundar sig i fatwa-rådet i Mekka och deras fatwa som de gjorde för ungefär 30 år sedan om denna fråga. Och för att underlätta för muslimerna så har vi i Islamiska förbundet valt att trycka tidtabeller som tydliggör när man ska göra isär. Och det är inte den vanliga tidtabellen som vi har ute eller som finns på nätet, utan den kommer inshallah under kommande dagarna att tryckas upp på nätet och förhoppningsvis tryckas ut så att ni kan plocka dem vid receptionen. Och avslutningsvis ber vi Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta fasta för oss och för muslimerna. الحمد لله الموفق للصواب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفته من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واتصلت عنه بنظره وسمعته بخبره. اما بعد ايها الاحبه فما نود ان نؤكد عليه ان الفتوى التي خرجت تبيح للناس ان يفطرون والشمس طالعه هذه فتوى باطله وليست لنا في استقبال انما هي لمن في القطب الشمال. أي أيضا نحب أن ننبه أن الإمساكية والتوقيت
لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا ويغفر لكم وصلوا وسلموا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله